الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، نبدأ بالسنن. سنن ابن ماجه، ما زلنا مع الأدب، كتاب الأدب، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وانظر الشريعة الغراء، هذا كله التشريع والله لتثبيت أواصر المحبة ولقطع مادة النزاع وللتوافق دون والاتفاق دون الافتراق والتخالف، أو دون التخالف والافتراق. تأبر رماحه إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا، والتماس الأعذار من شيم الكرام. وإن بالغ المرء في الخطأ فأفضل ما يكون من الكريم أن يقبل الاعتذار، فالكريم يكفيه الاعتذار حتى ولو في القتل. قال كتاب الأدب، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، وهو من الثقات الأثبات الهمداني الكوفي. قال أبو حاتم الرازي: ثقة يحتج به، وأحمد بن حنبل أيضا وثقه، بل قال علماؤنا، قالت ابن زيد: كان أحمد بن حنبل يعظم محمد بن عبد الله بن نمير تعظيما عجيبا، ويقول فيه: أي فتى هو. أنا سيد قال: ثقة مأمون، والعجل قال: ثقة، ويعد من أصحاب الحديث. نعم، هو بشوف ثقة أصحاب الحديث، ثقة في النقل والضبط من أصحاب الحديث، يعني من أهل العلم، يعلم الدراية والرواية. وهذا ما قيل في كثير من الناس، قيل في البغوي، وقيل في ابن نمير وأمثال هؤلاء. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من الثقات، أصح الناس كتابا في الأعمش ويضطرب في غيره، ويرى الإرجاء غفر الله له. قال: ووكيع، يعني مقرونا بوكيع، ووكيع بن الجراح الرؤاسي، نعم، التنين، من الثقات الأثبات رواه الجماعة، عن الأعمش، والأعمش وسليمان بن مهران من أساطير المحدثين، إذا قال أخبرنا حدثنا فعد عليه بن وارث كما قال الإمام الذهبي، عن شقيق، نعم، شقيق هنا هو شقيق بن سلمة أبو وائل الأزدي الكوفي، وهو ثقة من خارج التابعين لا يسأل عن مثله، عن عبد الله، عن عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، صاحب السواك والنعلين، نعم، والوسادة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. الله أكبر على هذه الشريعة. وبسنده قال: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري، نعم، حسن الحديث كما قلنا قبل ذلك. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وابن عيينة من أساطير المحدثين كما قال الإمام الشافعي، لولا ابن عيينة ومالك رضاع المؤهل الحجاز، عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار من الثقات الأثبات، ومن أوثق الناس في ابن عمر أيضا. قال: عن ابن عمر، وعبد الله بن عمر من العبادة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، صحابي من صحابي أثري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنادى اثنان دون الثالث، يعني لو كانوا ثلاثة نهى أن يتنادى اثنان دون الثالث. قلت لكم بأن هذه الشريعة الغراء جاءت بنشر الألفة والود والمحبة والتراحم والتواد بين المسلمين بعضهم وبعض، لا سيما وأن النبي أكد على ذلك أيما تأكيد، وقال: مثل المسلمين أو المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له الجسد بالسهر والحمى. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان، وقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. نعم، وأعظم منا امتن بها الله على نبينا صلى الله عليه وسلم هي منة تآلف القلوب، قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. نعم، فهذه أصول الشرع وهذه مقاصد الشريعة، ولذلك أمر بوصل الأرحام، وأمر أيضا بوصل الجيران، وأمر بالإحسان للغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الطاعات وهي قضاء الحاجات، وسرورا تدخله على المسلم، ولذلك قال: لن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. ورد عن حسن مرسلا، ورد عنه أيضا مقطوعا، ورد مرفوعا.
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. في رواية قال: والله إني لا أؤخر العطاء حتى تشفعوا فتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ولما جاء مر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: إني أحب في الله. فقال له: أخبرته بذلك؟ قال: لا. قال: أخبره. هو يريد أواصر المحبة تكون أقوى ما تكون. هذه أصول الشرع وهذه مقاصد الشريعة. ومن ذلك كل سبيل وكل وسيلة تؤدي إلى تقطيع أوتار المحبة وإلى إضعاف أواصر المحبة وإلى الشحناء والبغضاء قطعها الشرع وحسمها. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. لما؟ حتى ما يكون هناك الأحقاد والإحن والنزاعات والضغائن في القلوب، ولا يخطو أحدكم على خطبة أخيه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الملامسة، ونهى عن بيع تلقي الجلب، ونهى عن بيع الحاضر للباب. كل ذلك لأنها وسيلة إلى النزاعات وإلى وغر الصدور. فحسم هذه المادة. من هذه الأسباب التي تؤدي إلى النزاع وتؤدي إلى المخاصمة وتؤدي إلى الشقاق، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة. التناجي أن ينفرد رجل برجل آخر ومعهم ثالث. فالثالث الشيطان. النفس البشرية مهما علت فإنها بشر أيضا، فإنه يقول: هما يتكلمان عني، هما الآن يتفقان علي. ويحدث حتى أيضا يمكن أن يشعر بالشر والضر الذي سيقع عليه منهم. قد يعني يرى أن هناك أضرار ستقع عليه منهما. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن كنتم ثلاثة يعني لا يتناجى، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. شوف، وبين العلة. قال: فإن ذلك يحزنه. هذه دلالة واضحة جدا، أنه الارتباط بالفاء هنا دلالة واضحة جدا على أنه وصف كالعلية للحكم، لأن هذا سيحزنه، وأيضا سيجعله سيء الظن، وأيضا يجعله يخاف ولا يأمن، ويحسب أنكم انقلبتم عليه، أو أنكم اتفقتم عليه، أو أن هناك تخطيط من أجل أن يقع عليه. فكل ذلك وارد. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا عن أن يتناجى اثنان دون الثالث. ثم بين العلة، قال: فإن ذلك يحزنه. وهذا أيضا في رفع الحزن. أنت تعلم بأنه من السنة يعني أن من السنة أن يدخل المرء السرور على أخيه، لا أن يدخل الحزن على أخيه. فإن كانت السنة إدخال السرور على أخيه، فإن من المعصية والإثم هو إدخال الحزن على أخيه. نعم. لذلك ورد النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتناجى اثنان دون الثالث. وهذا نهي الأصل نهي التحريم، وهذا مؤكد، هذا مؤكد، لأنه أيضا يتعلق بالغير، ويتعلق أيضا بالإضرار بالغير. الإضرار المعنوي أشد ما يكون. لذلك لو كانوا أربعة أو خمسة أو ستة فإن الأمر يسير، وإن النهي لا يقع في مثل هذا. فقط هو يقع على أن يتناجى اثنان دون الثالث، لأنه مؤكد يقول ما في غيره، يبقى إذن يتقلبون عليه أو يتكلمون عليه. لكن لو كانوا أربعة خمسة ينشغل الثالث، هذا ينشغل بآخر ويتكلم معه، والثاني ينشغل بآخر أيضا يتكلم معه. فتكون المسألة هنا ليست على الانفراد، ولا أن يأتي الشيطان يداعب رأسه ويعني يملأ قلبه وصدره من إخوته. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتناجى اثنان دون الثالث. أما إذا كانوا أربعة أو خمسة فالحكم ليس بوارد، الحكم هنا ليس بوارد. الفوائد المستنبطة: وجوب التآلف والتوافق دون الفرقة. إذا انتفت العلة انتفى الحكم. إذا تعلق الحكم بوصف وكان علة له، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالحرص على الجماعة، نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.